في عندي two types of gamma في two types of gamma جابة A receptor وجابة B receptor. جابة A مكونة من ثلاث أجزاء. جابة A دي macro molecular receptor ذكيرة شوية فيها ثلاث أجزاء. جزء اسمه جابة receptor أو جابة bar جابة A bar وجزء اسمه benzodiazepine bar وجزء اسمه bar betulinate bar. في ثلاث أجزاء في قلب الريسبتور نفسها جابة وبنزودايازيبين وباربيتيوريت. الجابة اللي هي مكونة من ثلاث أجزاء مسؤولة عن حاجة اسمها كلورايد انفلوكس، يعني لما تشتغل لما تتنشط يحصل ولما الكلورايد يدخل جوه الخلية يعني يحصل هايبر بولاريزيشن يعني يحصل ايه انهبيشن. طيب ده فيما يخص الجابة ايه. الجابة دي مسؤولة عن بوتاسيوم شانل. مسؤولة عن ايه يا جماعة؟ بوتاسيوم شانل. فلما تشتغل يحصل بوتاسيوم افلوكس يحصل ايه؟ ولما البوتاسيوم يطلع يبقى يحصل هايبر برضه ايه؟ بولاريزيشن وانهبيشن. يبقى ده ازاي الجابة بيعمل انهبيتوري ست؟ اما عن طريق الجابة ايه؟ كلورايد انفلوكس هايبر بولاريزيشن انهبيشن، او عن طريق الجابة دي بوتاسيوم افلوكس هايبر بولاريزيشن برضه ايه؟ انهبيشن. الجلايسين دوره ان هو انهبت البولي سيناتيك ترانسميشنز اللي موجود في السباينال كورد. الجلايسين دوره ايه يا جماعه؟ انهبت البولي سيناتيك ترانسميشنز اللي هو موجود في السباينال كورد. ده فيما يخص الانهبيتوري ترانسميشنز. طبعا ما بنتكلمش في التفصيل قوي بس يعني دول اللي ينزلونا، دول الكلمتين اللي ينزلونا من الانهبيتوري ترانسميشنز. بالنسبه للكلمتين اللي ينزلونا في الاكزيتاتوري ترانسميترز عندي ترانسميتر مهم قوي اسمه اسيتايل كولين. اسمه ايه يا جماعه؟ هنشوف الاسيتايل كولين في قلب السي ان اس في مواضيع السي ان اس في مرض واحد بس. هنشوف ايه؟ في مرض واحد بس. طبعا بيخش في فرص ثاني بس احنا كنا جبنا سيرته في الفرص البنات بتوع الزهايمر. فهنا احنا هنشوف السي ان اس في مرض واحد هو الباركنسون. اذا زاد الليفل او بمعنى ادق في باند ما بين الدوبامين والاسيتايل كولين في حته اسمها او وصله ما بين السبستانشيا نيجرا والبيتا الجانجليا. في البيتا الجانجليا في بالانس ما بين نو ترانسميتر دوبامين واسيتايل كولين، بحيث لو الاسيتايل كولين زاد او الدوبامين قل يحصل حاجه اسمها باركنسونيزم او اكسترا برانجال مانيفستيشن. يحصل حاجه اسمها ايه؟ وهنعرف ازاي نعالجه ايه المانيفستيشن بتاعه. طيب إذا حبيت أعالج الباركنسونيزم يبقى أدي باركنباسو ليبك. باركنباسو ليبك يبقى أنا عايز أقفل أو أقلل الأسيتايل كولين. تمام، ده فيما يخص مين؟ الأسيتايل كولين. طيب في أذر إكزيتاتور ترانسميترز عندي نور إبنفرين وعندي سيروتونين. نور إبنفرين وعندي مين؟ سيروتونين. دول هنسمع عنهم في قصة الديبريشن، نسمع عنهم في ايه؟ وهنقول والله لو الترانسميتر دول نقصوا يحصل للعيان ديبريشن، وعشان اعالج الديبريشن لازم ارفع الليفل بتاعهم. بس اذا زادوا زيادة عن اللزوم يعملوا للعيان سايكوز. تاني يا جماعة نقول ان في اكزاكتور ترانسميتر ثانية اسمها نور ابريشمنت و سيرتونين. دورها انها بتظبط المود، اذا قلت قوي يحصل للعيان ديبريشن، واذا حبيت اعالج هذا الديبريشن لازم ارفع الليفل بتاعها. بس اذا زادوا زياده عن اللزوم يحصل للعيان سايكوز. تمام. هنسمع عن ترانسميتر مهم جدا 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 اسمه دوبامين. اسمه ايه يا جماعه؟ دوبامين.